لمناقشة الصراع على المناصب في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين مرحبا بكم. طبعا يعني كما تعرفون مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الصراع يحتدم بين التيار الصدري وائتلاف المالكي في مسرح الانتخابات. كيف يمكن قراءة هذا الصراع على الرغم من إعلان الأخير أي مقتدى الصدر رفضه للعملية السياسية قبل أن يعود ويتراجع؟ تحية لكم ولمشاهديكم. أنا أعتقد هذا الصراع هو فقط في مرحلة الدعاية الانتخابية لتحريك جماهيرهم الجماهير الحزبية تحديدا للذهاب إلى الانتخابات، لأنه معلوم أنه كل انتخابات تتراجع نسب المشاركة فيها، وخصوصا انتخابات 2018 لاحظنا أنه لا يتجاوز 20% نسبة المشاركة. فهذا الصراع هو ضمن الدعاية الانتخابية، وينتهي هذا الصراع بعد إعلان نتائج الانتخابات، ومن ثم يأتلف المالكي والصدر في حكومة كما ائتلفت الحكومات السابقة. أنا لم أجد حكومة مرت على العراق من 2003 وإلى الآن إلا والتيار الصدري موجود وائتلاف المالكي موجود، دولة القانون أو حزب الدعوة أو أي اسم آخر اختاروا لأنفسهم، ولم نجد مشاكل لهم ما بعد الانتخابات. يعني أمورهم طبيعية وكلهم مشاركين في الفساد ونهب المال العام وتهجير الشعب العراقي، ومتوافقين على هاي الخطط الاستراتيجية التي تبنوها اللي هي مشروع الاحتلال وهم أدواته في تنفيذ موضوع التهجير والنزوح وقتل الشعب العراقي ونهب المال العام. فهذه ضمن المرحلة الدعاية الانتخابية، ولأنه سبب غياب المشروع الوطني للمرشحين أيضا، شنو يعني واحد يرفع صورة مرشح؟ ما هي قيمة هذه؟ هي أصلاً دعاية انتخابية بدون قيام مشروع وطني لجميع الكتل، ما يعني معناها مشاريع شخصية أو فئوية أو عرقية أو طائفية أو مذهبية. وبالتالي التخلي على الهوية الجامعة للمواطن العراقي أو للشعب العراقي عموماً والذهاب إلى الهويات الفرعية، هذا يؤجج الصراع أكثر فأكثر. في سياق ما تفضلت به أستاذ حسين، يعني وبحسب مرشحين عن التيار الصدري يقولون بأن حظوظ كتلة العصائب يعني تراجعت، لكن هل هناك مؤشرات حقيقية على تراجع حظوظ كتلة العصائب؟ بمعنى هل يمكن أن يتحول هذا الصراع إلى ما هو أبعد من الساحة السياسية مثلا؟ طيب، هو السؤال الذي يطرح نفسه، العصائب أليست جهة مسلحة؟ كيف تشارك في الانتخابات؟ والدستور العراقي يحظر على أي جهة مسلحة أن تشارك في الانتخابات ويحضر الترشح وإلى آخره. العصابة الذي أعرفه هو يعني ميليشيا مسلحة يقودها قيس الخزعلي، كيف تشارك في الانتخابات؟ السؤال الأهم هو هذا. أما معاناتها، أزمتها الشعبية والجماهيرية، جميع هذه الأحزاب بعد ثورة تشرين تحولت إلى دكاكين سياسية فاشلة، جمهور العمق الشيعي في جنوب وسط العراق رافضا لها. وبالتالي الأزمة ليست فقط في العصائب، الأزمة لدى جميع هؤلاء، لأنه اعتمدوا على مشاريع طائفية وأصبحوا أدوات لمشروع الاحتلالين الإيراني والأمريكي، والشعب العراقي لفظهم. فيبدأ واحد يسقط الآخر، واحد يتكلم على الآخر، واحد يمزق صورة الآخر. لكن أنا يعني أقول أنه كيف هذه الميليشيات التي تشارك في الانتخابات والدستور العراقي يحضر؟ أين المفوضية؟ أين الأمم المتحدة اللي تشيد قبل الانتخابات، قبل إحداثها؟ البارحة أول البارح كان ممثل الاتحاد الأوروبي يتكلم عن الانتخابات أنها ستكون مصيرية، ولا أعرف كيف حكم على نجاحها قبل أدائها، يعني سابق لأوانه يتكلم عن نجاحها وعن مصيرية. يعني كيف عرفها مصيرية؟ هل شاركت قوى سياسية جديدة مثل تشرين أو المقاطعين العملية الانتخابية والسياسية حتى نقول مصيرية؟ أليس جميع المشاركين من 2003 إلى الآن هم أنفسهم؟ أليس من كان جزء من المشكلة اليوم هو نفسه المرشح؟ هذه كلمة مصيرية وكلمة انتخابات ستكون حرة ونزيهة مختلفة عن سابقتها، هذه دعاية إعلامية لتحريك الشارع العراقي. أنا لم أجد مرشح جديد. هل يمكن أن يتطور هذا الصراع المحتدم إلى ما هو أبعد من الساحة السياسية أستاذ حسين؟ ممكن يكون صراع ما بين هذه الميليشيات، لأن هذه الميليشيات إذا لم تجد ما يعني من تتصارع معه فتتصارع مع بعضها البعض، وإن لم تجد من يتصارع مع بعضها سيكون صراع داخلي داخل العصائب وداخل الميليشيات الأخرى.
يعني هي طبيعتها دمويه وصراعها فقط في الداخل العراقي، لا تجرى على الصراع خارج الحدود العراقيه اطلاقا. هاي ليست هي وجدت لحمايه الشعب العراقي وللدوله العراقيه من اي اعتداء خارجي، يعني وجدت لقمع الشعب العراقي فقط. هل نتوقع تدخل ايران لفض الاشتباك وبالتالي تقسيم الكعكه بين هذه الاطراف المتصارعه؟ هو ايران تدخلت، وطاني قبل 3 أيام كان موجود في عزاء المرجع الشيعي الحكيم. نعم. فهو بالتالي اكيد اجتمع في هذه الفصائل وفي مع هذه الاحزاب ويحاول ان يلملم الصف فيما بينهم، لكن بعد مقتل سليماني البيت الشيعي وبعد ظهور تشرين، البيت نعم. الشيعي بدا يتفكك، واليوم لاحظ انه مشكله العراق هي داخل المكون الشيعي اكثر ما هي مع بقيه القوى السياسيه، لان يعني باعتبار هم صناع، هم اصحاب القرار في الدوله العراقيه المركزيه. نعم. ولهذا البيت هذا يعني بدا يتفكك منذ زوال ائتلاف الموحد، ومن ثم بدات تتحول الى مجموعه ائتلافات، بدليل انه اليوم لا يوجد كتله تستطيع ان تفوز، ممكن ان تفوز وتستطيع ان تشكل حكومه. من اين الكتله التي تاتي بنصف زائد واحد على الحد الادنى لتشكل حكومه وليس الثلثين؟ لا يوجد كتله. كيف بانتخابات يتشارك فيها 300 حزب او اكثر او اقل بقليل، نعم. مع الاف المرشحين يسمون نفسهم مستقلين؟ هناك في العالم في النظم البرلمانيه هناك ثنائيه حزبيه تشارك عليها الحزبين، واليفوز يكون اغلبيه سياسيه حاكمه، نعم. والخاسر يكون اقليه سياسيه محاربه. هكذا هو الانظمه البرلمانيه، الا في العراق الامر مختلف. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.